مساء الخير مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في لقائنا اليومي على شاشه النيل من القاهره ومجموعه من المتابعات الاخباريه لابرز احداث مصر على مدار يوم. مساء الخير يا اهلا يا امل. اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه الليله. عندنا حوارين، الحوار الاول بيتناول التطورات الاخيره فيما يتعلق بملف الانتخابات الرئاسيه. اللجنه المعنيه بانتخابات الرئاسه اعلنت اليوم الجدول الزمني لكل فعاليات هذه العمليه، بدءا من تقديم الاوراق وما يصاحبها من طعون، ثم بقيه الاجراءات لا داعي لسردها بالتفصيل الان. المهم ان اولى هذه الخطوات هو فتح باب الترشح بدءا من غد وحتى 20 ابريل القادم. كل مجريات هذه العمليه الانتخابيه خطوه بخطوه سنلقي عليها الضوء من الناحيه القانونيه والناحيه الاجرائيه مع ضيوفنا هنا في الاستوديو. الموضوع الثاني اللي هنناقشه كمان النهارده هو نوعيه او نوع المسؤوليه والتامين اللي بتقدمها المؤسسات الصحفيه للمراسلين الميدانيين المسؤولين عن نقل الاحداث. الكلام ده طبعا اثير في ضوء استشهاد مياده اشرف في احداث عين شمس، لكن لابد ان يكون هناك يعني نوع من الوقفه امام هذا الحدث واحداث اخرى. ازاي ممكن نحمي الصحفيين او المراسلين الميدانيين سواء تابعين لمؤسسات صحفيه او لتلفزيونات كمان من الاخطار اللي ممكن يتعرضوا ليها اثناء تغطيتهم للاحداث. كما تعودنا دائما نخرج الى فاصل قصير مع بدايه الحلقه، بعده جوله اخباريه موجزه قبل بدء هذه الحوارات. طيب احنا نبتدي جولتنا الاخباريه لابرز الاحداث. النهارده وزير الداخليه اللواء محمد ابراهيم اعلن انه الداخليه استطاعت ان هي تكشف النقاب عن كيان ارهابي يضم بعض الكوادر المدربه عسكريا واخرين كمان تم استقطابهم حديثا لصالح توجهاتهم الارهابيه تحت مسمى انصار الشريعه بارض الكنانه اللي تشكلت عقب الضربات الامنيه الناجحه اللي تم توجيهها لتنظيم انصار بيت المقدس. تم تحديد مسؤول تنظيمي المضبوط السيد مرسي عطلة، وده قبضوا عليه وأبرز معاونيه كمان، وهم وكمان شخص تاني يدعى عمار الشحات محمد السيد سبحة وطلبة مرسي طلبة مرسي أحمد عبد الرحمن عبد وحسن شهرته أبو بصير. تم ضبط الأول والثاني بينما لقى الثالث مصرعه. الوزير عقد مؤتمر صحفي زي ما احنا شايفين النهارده بديوان عام وزاره الداخليه، وقال فيه انه ثبت من الفحص تورطهم واخرين في ارتكاب العديد من الحوادث الارهابيه ببعض المحافظات. في محافظه الشرقيه التنظيم ده قام بارتكاب 14 حادث ارهابي استهدف 12 من رجال الشرطه و7 من رجال القوات المسلحه، وكمان في محافظه الجيزه قاموا بارتكاب حادثين ارهابيين استهدف 4 من رجال الشرطه، وقاموا كمان ب3 حوادث مماثله في محافظه بني سويف. أيضا من ضمن الأخبار التي تناقلتها وكالات الأنباء ومختلف وسائل الإعلام المهتمة بالشأن المصري هذه التصريحات التي جاءت أيضا على لسان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتأكيداته أن أجهزة الأمن تمكنت من يعني ضبط سكرتير برئاسة الجمهورية فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي. هذا السكرتير كان بيعمل مع عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، اتفقوا على الحصول على وثائق وتقارير مهمة من أجهزة مخابراتية وأمنية تبث الأمن المصري والاحتفاظ بها لتهريبها لإحدى الدول العربية.
وزير الداخلية قال أنه أمين الصرفي والذي كان يعمل سكرتيرا برئاسة الجمهورية فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي أثبتت أنه تحريات الأمن الوطني أو توصلت إلى المتهمين معه في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي وتكليف القيادي الإخواني أمين الصرفي وهو محبوس حاليا على ذمة القضية رقم 479 لسنة 2013 أمن دولة عليا بصفته سكرتير برئاسة الجمهورية بتهريب تلك الوثائق من داخل الخزانات الحديدية المخصصة لحفظها بقصور الرئاسة إلى أحد أوكار التنظيم تمهيدا لإرسالها لأحد أجهزة المخابرات السابق رصد تعاملها مع هؤلاء المتهمين في ذلك الوقت والتابعة للدول التي تدعم مخططات التنظيم الدولي للإخوان وذلك في إطار استكمال مخططهم لإفشاء أسرار البلاد العسكرية ذات الصلة بالأمن القومي المصري وزعزعة الأمن والاستقرار وإسقاط الدولة المصرية. أشار وزير الداخلية لأن التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية أصدر تكليفات إليه أيضا إلى المدعو أمين الصرفي بالتخلص من التقارير الواردة للرئيس المعزول من جهاز المعلومات السري للتنظيم الإخواني. طيب احنا بينضم الينا هاتفيا سياده اللواء محمد نجم الخبير الامني. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ عليك وعلى مستمعيكي. اهلا بيك. طيب سياده اللواء، احنا دلوقتي قدام قضيتين او مصيبتين كشف عنهم وزير الداخليه. الحقيقه الموضوع الاول اللي عايزه استفسر من حضرتك عنه هو خليه او تنظيم انصار الشريعه بارض الكنانه، هل ده يعني هياتي كتبعات او ضمن التبعات لانصار بيت المقدس؟ ايه طبيعه هذا التنظيم؟ الحقيقه بس دعيني الاول اوجه التحيه للاستاذ وزير الداخليه ورجال الشرطه على المجهود الحقيقه اللي بيقوموا بيه، وبرضه اوجه التحيه لرجال القوات المسلحه برضه على المجهود الكبير اللي بيؤدي الى الضربات الاستباقيه والتنسيق، واحيي التنسيق الكامل ما بين وزاره الداخليه والقوات المسلحه في هذه المرحلة لقطع دابر الإرهاب على مستوى الدولة. الحقيقة السيد الوزير النهاردة في اللقاء بتاعه كان بيوجه رسالتين. الرسالة الأولانية لطمأنة الشعب المصري أن الشرطة قد استعادت روحها وبدأت تجمع الخيوط في إيدها وتجمع لديها المعلومات الكاملة عن عناصر التنظيمات الإرهابية اللي بتستهدف أمن الوطن. والرساله الثانيه للارهابيين ان احنا خلاص ان الامور خلاص احنا في نهايه الامور، لان لم يثبت التاريخ ان جماعه قد هزمت الدوله. أيوة. وانه قد ان الاوان خلاص احنا في النهايه في التشطيب. طيب. وان وزاره الداخليه قد وضعت يدها على جميع الخطوط والخيوط الخاصه بالتنظيمات المنبثقه عن تنظيم الإخوان المسلمين. نعم. اللي صم نفسه أنصار المقدس وصم نفسه أنصار الشريعة لنوع من التمويه. يعني ده اسم جديد للتمويه فقط، ولكن هو تابع أيضا هذا التنظيم لجماعة الإخوان المسلمين. طبعا لجماعة الإخوان المسلمين، ولكن هي أسماء عشان بها يضللوا جهات الأمن. بس كده. طيب قصة ان هم كوادر مدربة عسكريا، يعني ده برضو تغيير نوعي في الكشف عن خلايا ارهابية، انه دي مش عمليات عشوائية ولكن هناك تدريب تم لهؤلاء العناصر. عندهم مستوى تدريب عالي جدا ومستوى بجمع معلومات، بدليل ان هم بيروحوا لبيوت الناس يعني عندهم جهاز استطلاع وعندهم تدريب عسكري على مستوى عالي، واحنا بنشوف في جزء منهم كبير بيتدرب في غزة في قواعد الحماس في غزة، وبيجوا مدربين تدريب كامل على العمليات. يعني كانوا بيسافروا ياخدوا التدريب ده في غزة ويرجعوا هنا ينفذوا العمليات المكلفين بيها كده من خلال الأمثال. طيب. حتى لم يتم اكتشافها حتى الآن. طب قول يا سيادة اللواء، الجزئية الثانية أو الكشف الآخر الخاص بأمين الصرفي في اللي هي الوثائق دي طبعا كانت المعلومات متوفره لدى وزاره الداخليه من فتره طويله عن هذا الموضوع، وكانوا ماشيين ورا الخيط بتاعه لحد ما تم ضبط المجموعه كلها والخليه اللي كانت
بتحاول تهرب اسرار الدوله الى الخارج الى الدول المعادية. يعني هل تم او ملامح التمشيط الخاص بالاوراق والمستندات اللي كانت بتحتفظ بها رئاسه الجمهوريه وقت الرئيس المعزول محمد مرسي؟ يعني هل ننتظر مثلا الكشف عن مزيد من هذه المستندات والاوراق اللي ربما تودين اخرين؟ هي بتمسك اللي هو تسرب بره، لكن الباقي بقيه الوثائق دي المفروض يبقى فيه لجنه من رئاسه الجمهوريه بتنسيق مع المخابرات العامه لجرد الاوراق الخاصه بالتقارير السريه اللي كانت موضوعه في الخزائن بتاعه قصور الرئاسه لايجاد او معرفه الموجود واللي تسرب لتتبعه مره اخرى. نعم، اشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء محمد نجم الخبير الامني على هذه الايضاحات. من ضمن متابعتنا الإخبارية أيضا ما يتعلق بما تقوم بها القوات المسلحة بمداهمة بؤر التكفيريين والإرهابيين في سيناء. المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي أشار في تصريحات له أنه عناصر إنفاذ القانون من الجيش والشرطة داهمت صباح الأحد عدة بؤر إرهابية بمناطق حي الصفا بالعريش والحلوات والدهنية وصلاح الدين في رفح. وأوضح المتحدث العسكري في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن المداهمات أسفرت عن القبض على 23 مشتبه به، منهم 9 أفراد صدرت بحقهم أحكام جنائية، بالإضافة إلى ضبط 12 تذكرة هيروين، كما ضبطت القوات عربة ربع نقل بدون ترخيص و30 مخالفة مرورية، ودمرت 8 أنفاق بمدينة رفح. طيب، ولمتابعة المبادرة اللي كانت أطلقتها القوات المسلحة الخاصة بتسليم السلاح في محافظات القناة وطبعا في سيناء، في جديد لأنه عشيرة الغنامين التابعة لقبيلة الحويطات سلمت، هي متواجدة في محافظة السويس، سلمت النهاردة للجيش الثالث الميداني 19 بندقية آلية، 5 بنادق قناصة، 8 بنادق خرطوش، وقذائف ار بي جي، و4 طلقات ار بي جي، بالإضافة إلى 2 دانات لدبابات ودانت هاون من مخلفات الحروب، و12 خزنة آلية، و4 خزن قناصة، وكميات كبيرة من الذخيرة مختلفة الأعيرة. مبادرة التسليم حضرها اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث الميداني، ونقل تحية وتقدير فريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الإنتاج الحربي، تحية للقبائل والعشائر العربية ومواطني وبدو سيناء باعتبارهم جزء أصيل ومكمل للقوات المسلحة في أدائها لمهامها المختلفة، وأكد كمان على أهمية التعاون الكامل بين المواطنين والقوات المسلحة والشرطة المدنية لاستعادة الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب في سيناء. من جانبه قال محمد أبو سويلم شيخ عشيرة الغنامين أن القبائل العربية بتدعم الجهود الأمنية اللي بتبذلها القوات المسلحة والشرطة لاستعادة الأمن والاستقرار في كل ربوع مصر. واحدة من المشكلات التي أعيت مصر سواء قبل ثورة يناير أو حتى بعد الثورة وربما حتى هذه اللحظة، هذه المشكلة تبدو وكأنها لوغاريتم يبحث عن حل، وتبدو الدولة المصرية بكل مقدراتها وأجهزتها عاجزة أمام إيجاد حل لها، رغم أن البعض يرى أن هناك حلول بتلوح في الأفق لهذه المشكلة. هذه المشكلة هي مسألة إيصال الدعم للمستحقين. الكلام اللي أنا بقوله ده هتعرفوا حقيقته لما نتأمل في تصريح لوزير